انتقلنا هلا للفقرة التالية، وهي رح تحكي عن مجموعة من الشباب المتطوعين فراح اللي مو غريبين عن سوريا. بكل أزمة كان لهم نشاط محلي ومجتمعي طول سنوات الحرب على سوريا أو حتى الظروف الصعبة اللي مرت عليها. برز دور الشباب السوري والجمعيات والمبادرات التطوعية بمدد العون والمساعدة بمختلف الظروف. من أيام طبعا قدم وزير الصحة دكتور حسن غباش شهادات ودروع تكريمية لعدد من الجمعيات والمبادرات التطوعية بالمحافظات اللي قدمت خدمات صحية وأسهمت بالاستجابة طبعا بظرف جائحة كورونا لجانب وزارة الصحة طبعا خلال الفترة الماضية. وهالشكر المهم والتقدير جاء من السيد الرئيس بشار الأسد الذي شكرهم على أعمالهم من خلال وزارة الصحة. طبعا زينب، بشهر رمضان المبارك بالتحديد بنحاول نلقي الضوء على هي الجمعيات اللي خلينا نقول جمعيات خيرية بامتياز، بتحس يمكن بوجع وظروف الآخر. عم نحكي عن جمعيات سوريا بتجمعنا يلي عملت طوال سنوات الحرب، وكنا يمكن بأمس الحاجة لهي الأعمال والتطوع اللي كان متواجد بين الأشخاص والشباب. أكيد رح نحكي عن عملهم بالتفصيل مع السيدة سيرين الفرع عضو مجلس إدارة جمعية سوريا بتجمعنا. رمضان كريم، يسعد صباحك. صباح الخير، وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم على الجميع يا رب. رمضان كل عام وانت بألف خير. يعني عم نحكي عن نشاط محلي ومجتمعي وتطوع لشباب برز دورهم مثل ما قلنا خلال سنوات الحرب وحتى بالظروف الصعبة مثل ما قلنا بالتصدي لجائحة كورونا. خلينا نبدأ من آخر مشروع انتم قمتوا فيه وهو دوائي والمحبة دواء. نحكي أول شيء عن هالمشروع وأهدافه، مين الفئات اللي استهدفهم وشو كانت وجهته، يعني انتم رسالتكم من خلال هالمشروع. هلا مشروع دوائي نحن بلش بتحضيره تقريبا بحدود تقريبا اكثر من شهر، طبعا تحت شعار المحبه دواء. فهون طبعا نحن يعني بقلوب المحبه اللي موجوده بجمعيه سوريا بتجمعنا، حاولنا نفكر كيف بدنا نساعد اهلنا واخوتنا المرضى، وخاصه بالنسبه للامراض المزمنه، لان الامراض المزمنه. فعملنا خطه واليه عمل لمشروع دوائي اللي هي بلشت تقريبا باطلاق حمله دعائيه او اعلانيه عن مشروع دوائي اللي هي بتستهدف او اللي هي لامراض اللي هن الامراض المزمنه للمرضى اخوتنا من الامراض المزمنه اللي هن السكر، السكري، الضغط، الامراض القلبيه، بالاضافه لامراض الربو عند الاطفال. نعم. طبعا هي الحمله كانت حمله على شكل واسع بتواصل عن طريق رقم التليفون الخاص لمشروع دوائي اللي هو 0993 450 456. نحن هون اول شيء بلشنا بتحضير الداتا عن اخوتنا المرضى. بعد في المرحله الثانيه اللي هي المرحله نحن بنعملها من اسمها مقابله انسانيه او مقابله المحبه. فنحن بنرجع بنتواصل مع اهلنا ومع اخوتنا المرضى بحيث عفوا على اي اساس يتم اختيار الاشخاص اللي هن اكثر حاجه من غيرهم ويتم بعد اللقاء؟ هلا نحن اول شيء بناخذ الارقام الداتا كلها كامله، المهم يكون المريض اما سكري او ضغط او مريض قلب. نعم. وبالاضافه اذا كان في عندهم طفل هو مصاب بالربو. هي اولا نحن المقابله اللي هي نعملها مثل ما ذكرت حضرتكم مقابله الانسانيه او مقابله المحبه اللي بتتم ضمن مقر الجمعيه هي اللي بتحدد بعدين، لانه في شيء اسمه استماره طبيه. فبيجي اخوتنا المرضى، هلا اذا كانوا كبار السن ممكن يجينا يعني حدا ينوب عنهم لانه كظرفه الصحي او بعمره، فبيجوا على بيجوا على ضمن المقر الجمعيه. هي الاستماره الطبيه فيها عباره عن الحاله الشخصيه للمريض، الحاله المرضيه، والحاله الاهم شيء الاقتصاديه. فنحن هون بهي المقابله او هي اللي بنعملها هي عباره عن بنشوف وجعه، بنشوف حالته الماديه، بالاضافه طبعا للمرض لإله. فبالاضافه طبعا هون نحن بيكون في اوراق مرفقه لهذا الشيء اللي هو التقرير الطبي للمريض، بالاضافه للوصفه الطبيه الخاصه فيه بمرضه طبعا هذا الشيء، مرفقه مع الاستماره الطبيه. نعم. طيب خلينا نحكي كمان عن مشروع اخر عم تقوموا فيه هو مشروع تنفس. كمان خلينا نحكي، هي الاسماء كلها طبيه، فرح دوائي وتنفس ويعني فيها شيء من المساعده الفوريه، فخلينا نحكي او تنفس. تنفس، هلا تنفس نحن كمان تواجدنا فيه على الارض الواقع ببدايه الهجمه الاولى للاسف للوباء كورونا اللي كان بالصيف 2020. لها علاقه بالاكسجين
تمام. فكانت هي شقين، الشق الأول هو كان التوعية، يعني نحاول نوعي الناس عن مرض كورونا بالإضافة الوقائي. فقمنا بتوزيع عدد كبير من الكمامات على المدارس، على دور الأيتام، على بعض من الحارات المكتظة بأهلنا. بالإضافة الشق الثاني هو كان شق طبي، وهو إعارة المولدات الأكسجين بشكل مجاني بشكل كامل. طبعا نحن هون حاولنا قدر المستطاع نكون سند لأهلنا ولأخوتنا المصابين، لأنه للأسف صار في احتكار للمولدات الأكسجين وللأسوانات الأكسجين. فهون نحن حاولنا نساعد أهلنا اللي هن بظروفهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية الصعبة وصلوا لمرحلة لا بيقدروا يستأجروا مولدة أكسجين ولا شراءها، هي طبعا أكيد حتكون بعيدة. فهون سوريا بتجمعنا، حاولت تكون سند لهدوم أخوتنا، وكانت الإعارة بشكل مجاني. وفي رقم طبعا التليفون هو 0993-450-450. تمام، حكينا عن الجانب التوعوي اللي هو يمكن ما بيقل أهمية عن الدعم المادي ودعم الدوائي وغيره من الأنواع. خلينا نحكي اليوم كيف تم نشر الوعي خاصة بظل جائحة كورونا يلي كان نحن علينا عبء طبعا كأعلام، وعليكم وعلى كل الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع كان في عندهم عبء توعوي. خلينا نحكي عن هذا الموضوع وكيف تم نشر هي الثقافة بالإضافة للعمليات الأخرى اللي قمتوا فيها مثل نشر الكمامات ونشر الأسوانات الأكسجين وغيرها. هلأ نحن بصراحة وين ما تواجدنا بأي حملة بأي مبادرة دوما عنا فكرة أنه نحكي عن كورونا، عن وباء كورونا. يعني حتى نحن زوارنا وأخوتنا اللي بيجوا بزورونا على المقر، بصراحة يعني الشخص اللي بشوفه مو حاطط كمامة بحاول لك له تفضل أخي هي كمامتك، ممكن يقول لي مثلا أنا نسيتها، ممكن يقول لي والله تمام. طيب عفوا هي الجملة أنه أنا بختنق من الكمامة، بختنق من الكمامة. طب أنا بحاول أقنعه بطريقة أو مباشرة أنه نحن عنا إصابات كثيرة، وخاصة أنه نحن بإعارة هالمولدات الأكسجين وخاصة بهلأ بالهجمة الأخيرة للأسف، فصار في عنا أعداد كبيرة من المصابين تمام. وللأسف في كمان حالات من الوفاة، وفي حالات من الشفاء، الله يشفي الجميع يا رب. فنحن هون بكونه نحن على أرض الواقع فبنعطيهم تجاربنا، نعطيهم شو عم نشوف، عم نعطيهم القصص والحكايات اللي عم نتعرض لها واللي عم نسمعها من المرضى ومن أهالي المرضى. فهون بيكون في وعي، يعني ممكن يكون بين قوسين خوف انه اوكي اذا انت مثلا ما بتخاف على حالك خاف على اهلك، خاف على والدك على والدتك. فهون تقرب شوي شوي الوعي، وخاصه كمان نحن حاولنا نعمل الوعي بالمدارس كمان، هذا كثير مهم طبعا. بالنسبه للاطفال وللطلاب المدارس وحتى الجامعات، يعني الجامعات ملتزموا اكثر شوي لانه يعتبروا انه اكبر وواعيين اكثر. تمام تمام نعم. يعني هي بالنسبه للمشاريع الاخيره اللي قمتوا فيها، في مشاريع ثانيه. هلا نحن بشهر رمضان وجاي العيد، ودائما المجتمع المحلي بكل مناسبه كمان وخاصه بهالظروف اللي عم نمرق فيها الاقتصاديه عم بيكون له مبادرات عديده، هل عندكم شيء جديد بهذا الموضوع؟ تمام، نحن هلا بلشنا طبعا نتيجه كمان بنقول الظروف الاقتصاديه والمعيشيه الصعبه كثير اللي عم تمر فيها بلدنا وعلى اهلنا طبعا نتيجة الحصار الاقتصادي، وطبعا بعد 10 سنين من الحرب. فحاولنا طبعا عملنا حملة اسمها على امتداد الوطن، وهي توزيع سلال غذائية، وصلنا أكثر من أشهر مبلشين فيها. بلشنا فيها على أهالي شهداء الجيش العربي السوري وجرحانا، الوزارة كمان الداخلية طبعا هون كمان بالنسبة للأسر الأكثر فقرا وأشد حاجة اللي هن مدات الموجودة عنا بضمن جمعية ضمن محافظة دمشق وريفة، ولا توسعتوا محافظات؟ لا ضمن محافظة دمشق وريفة. هلا نحن عم نحاول نتوسع، بس هو للأسف نحن مو في هلا الهجمه الكثير الكبيره بمرض كورونا، فنحن هون شوي عم نحاول ما نتوسع اكثر، يعني حفاظا على اهلنا واخوتنا. بس ان شاء الله باذن الله رب العالمين، بس لتخف الهجمه ان شاء الله نحن لنا زيارات لكل المحافظات، وحتى التواصل عن طريق صفحه الجمعيه، يعني اي انسان طبعا هو بحاجه فنحن اخوته وبنقدم له هالشيء بسيط بالنسبه للظروف المعيشيه اللي عم يمر فيها.
فنحن اكيد جاهزين على صفحه الجمعيه وعلى رقم الجمعيه اللي هو 0993 450 450. هلا بنحكي يمكن عن مسؤوليه كثير كبيره واعباء كثير كبيره، واليوم للاسف الاحتياجات الناس عم بتزيد بظل هذا الغلاء والظروف الاقتصاديه الصعبه، جائحه كورونا وغيرها من الظروف اللي عم نعيشها كلياتنا بدون استثناء ابدا. خلينا نحكي اليوم قد ايه مسؤوليتكم بهي الفتره عم بتكون مضاعفه، شو هي الصعوبات اللي ممكن تعترضكم؟ هلا الصعوبات اول شيء، هلا الصعوبات بصراحه المرض مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن عم نحاول قدر المستطاع نكون الفريق، جمعيه سوريا بتجمعنا، الالبسه الواقيه تكون موجوده دائما، خاصه انه نحن عندنا احتكاك باعاره المواردات الاكسجين، فنحن هون عندنا احتكاك اذا طبعا اكيد مو بالمريض، باهل المريض يعني، فهي كمان تعتبر من الصعوبات، وبضل دوما خايفين على الفريق وعلى اهل الفريق. هلا الظروف الاقتصاديه اللي عم تمر فيها كمان بلدنا كمان هي تعتبر عائق، انه قد ما فينا بدنا نكبر الداتا والمساعدات، فهي ممكن تكون شوي الغلاء بالاسعار وهذا، فبتحاولي يعني انه قدر المستطاع انك تكون مثلا مثل السلل الغذائيه تكون الاعداد كبيره تمام، بس احيانا شوي بتحد بالاسعار الغاليه الموجوده بالبلد، ف بتضل دوما في دراسات للاسعار اللي بالنسبه للمواد الغذائيه انا عم بحكي هون. ان شاء الله هلا بس لتخف باذن الله الوباء الكورونا ويخف الهجمه ان شاء الله باذن الله ويشفي العالم، نحن ان شاء الله راجعين باذن الله على الارض، راجعين لكل محافظات سوريا ولكل كل ضيعه وحتى منطقه نائيه بكل محافظه من محافظات سوريا، حنرجع على الارض سواء من تكريم اهالي الشهداء من طبعا وجرحانا، وببدايه كمان بمشاريعنا حاول ننتشرها سواء مشروع دوائي او بالنسبه ل ان شاء الله يعني في مثل توزيع مثل ما حكيت قبل السلال الغذائيه، وحتى كمان عندنا مشروع بدايه اللي هو مشروع لاقامه المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر لجرحى ولابطالنا. نعم، يعني خلينا نقول هيك كلمة أخيرة من سوريا بتجمعنا، خاصة أنه تم تكريمكم على الجهود المبذولة كمجتمع محلي خلينا نقول، وشو بتحبي تقولي يعني بالنهاية لكل الشباب الحابين كمان يتطوعوا بسوريا بتجمعنا؟ هلا نحن طبعا جمعية سوريا بتجمعنا، نحن بيشرفنا أي شخص بيحس حاله أنه هو عنده شغف بالعمل التطوعي أو بمساعدة أي إنسان بأي مبادرة من مبادراتنا، فنحن هون على صفحة الجمعية ممكن التواصل أو على رقم الجمعية. وأنا بحب أذكر أنه نحن هلأ بالفترة الأخيرة وخاصة بمشروع دوائي وبحمل التنفس كان عنا كم كبير من الشباب والصبايا بيفرحوا القلب بصراحة اللي انضموا لجمعية سورية بتجمعنا، وهن طلاب طب، طلاب الهندسة في عدة فروع، وخاصة طلاب الطب كونوا بمجالهم، فهذا الشيء كمان هيك عطى حافز لهالشباب والصبايا رغم انشغالهم ورغم دراستهم، بس هن حابين يساعدوا ويقدموا لو شيء بسيط بجمعية سوريا بتجمعنا، فنحن اكيد بشرفنا ينضم اي شخص بيحب يعمل العمل التطوعي بعائلة سوريا بتجمعنا. اكيد بدنا نوجه تحية بدورنا لكل اعضاء الجمعية، لكل الشباب، لكل الصبايا، مثل ما قلتي قادرين يقدموا لو شيء كثير بسيط، ما لازم نقول انه يمكن ما بيعمل شيء، لا، يمكن بحصة بتسند جرة خاصة بهذا الوضع، ما في احلى من انه نحس ببعض، نحس بوجع بعض بالنقص الموجود عند كل واحد مننا، ونحاول قدر الامكان نرمم هذا الشيء. فشكرا لك ولكل اعضاء الجمعيه. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم، وكل عام وانتم بالف خير مره ثانيه.